إبراهيم، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير عليك وعلى الشعب الأردني الطيب. نعم، يعني بدنا نعرف أكثر عن تطورات هذه الحالة اللي عم نمر فيها. أخ إبراهيم، حقيقة قبل أن أتحدث حول الإجراءات اللي تم تنفيذها من سواء الحكومية أو من القوات المسلحة الأردنية الباسلة أو الأجهزة الأمنية المختلف اللي تعمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحه، اود ان اذكر الجميع بان اليوم هو 21 من اذار 2020، نعم، حيث تصادف الذكرى الثانيه كما تعلم 52 لمعركه الكرامه الخالده. تسمح لي اخي من خلال شاشتكم، شاشه التلفزيون الاردني الحبيب، ان ارفع الى مقام مولاي جلاله القائد الاعلى وإلى سمو ولي عهده الأمين أسمى آيات الولاء بهذه المناسبة الخالدة. هذه المناسبة أخي إبراهيم اللي سطر فيها أبطال الجيش العربي نصرا تم صياغته ببطولة الفرسان ودم الشهداء. نعم. هذا اليوم يرتبط تاريخه برباط قدسي بذاك التاريخ، طبعا اليوم وذاك التاريخ في 68، وبينهما يتجلى عطاء الجيش العربي الذي امتد عبر جسور الشرف والبطولة ليتلاقى وبواسل صنعوا اليوم وجه آخر من وجوه الدفاع عن الوطن والمواطنين، لتسرد من جديد قصة مجد وحماية ودفاع للأردنيين امتد من الكرامة وخلود نصرها إلى هذا اليوم الذي يقوم به الجيش العربي مع أجهزة أمنية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا. من خلالكم أخي إبراهيم أقول نعم. إلى أبناء جيش الكرامة وأحفاده تتطلع اليوم، ففي الكرامة علمنا الآباء والأجداد بأن الرجال الحقيقيون من أبناء الجيش العربي هم حماة الديار، وبأن الوطن أمانة في أعناقنا ويستحق. واليوم هم أبناء وأحفاد الكرامة يقفون وعيونهم على الوطن وسلامة مواطنيه ليؤدوا الأمانة. نعم. اسمح لي يا أخي إبراهيم أيضا من خلال شاشتكم وفضائيتكم التي نعز ونجل ونقدر أن أبناء القوات المسلحة في 21 من آذار 2020، وهو صبيحة هذا اليوم، أكيد الجيش العربي ومعهم إخوانهم الأجهزة الأمنية المختلفة يقفون حراسا لشعبهم الأبي الوفي حفاظا على صحته وسلامته من خطر الوباء. وأعود إلى الكرامة وأقول تحية لشهدائنا الأبرار، لشهدائنا سواء كانوا في معركة الكرامة أو في المعارك الأخرى، وللقوات المسلحة وللأجهزة المختلفة، الأجهزة الأمنية المختلفة. نعم، تحية للنشامة وألف تحية لمن ينتشر الآن في شوارع وطرق المملكة تطبيقا للقرار الحكومي والذي جاء حسب توجيهات القائد الأعلى خوفا وحرصا على سلامة المواطن الأردني. نعم. بهذه المناسبة أخي، وهو أيضا اليوم يوم الأم 21 آذار، تحية لأمهات الشهداء في يومهم، وتحية للأمهات الأردنيات اللواتي صنعن الأبطال وأنجبنا الأبطال. تحية للفرسان صناع الكرامة اللي ما زالوا يواصلون رسالتهم، وكما قلت لك يزينون فضاءات الوطن ومداخل مدنه لأجل كرامة الإنسان والوطن. يعني عطوفة العميد، بدنا نشكر جهودكم أكيد، ونحكي لكم يعطيكم ألف عافية دائما على ما بتقدموه للوطن ولكل أيضا الأجهزة الأمنية بمختلف يعني القطاعات. ولكن يعني بعد ساعتين من تنفيذ أمر الدفاع رقم 2، يعني بدنا نعرف كيف كان رد فعل الناس، وهل فعلا كان في التزام من قبل الناس على هذا ورضا؟ حقيقة يا أخي إبراهيم، ربما من خلال مراسليكم في المحافظات شاهدتم بأم أعينكم مدى وعي المواطن الأردني،
وحرصه الشديد ايضا على سلامته وسلامه اسرته. والان تكاد الشوارع تكون خاليه والحمد لله تطبيقا للقرار الحكومي الصادر بالامس. ولكن ايضا من خلال شاشتكم اخ ابراهيم بدي اوصل رساله للمواطنين واقول لهم انه سيدنا الله يطول عمره وولي عهده الامين يتابعوا الاجراءات التي تتخذها الحكومه والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه حفاظا وحرصا على سلامتكم. فبالامس اخي ابراهيم وليلا وفي وقت متاخر من الليل عطوفه رئيس هيئه الاركان المشتركه اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي قدم ايجازا كاملا ومفصلا لسمو ولي العهد الامير حسين بن عبد الله حول سير الاجراءات اللي بتقوم فيها الحكومه والقوات المسلحه الاردنيه الباسله والاجهزه الامنيه المختلفه. ومن خلال هذا الايجاز اطمأن سموه على سلامه وصحه الاجراءات المتبعه حرصا على سلامه وصحه المواطنين. فجلاله القائد الاعلى ربنا يطول عمره ويحفظه ذخرا وسندا للاردنيين ولضيوف الاردن وكذلك سمو ولي عهده الامين يتابعون على كثب عن كثب وعلى مدار الساعه الاجراءات اللي بتقوم فيها الحكومه والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه، وما كان ذلك ليكون الا حرصا منهم على شعبهم الذي صحته وسبل عيشه هاجسهم على الدوام. نعم صحيح، يعني نبارك جهودكم مرة أخرى ويعطيكم ألف عافية، وأيضا كل التحية للكوادر الطبية والأجهزة الأمنية والجيش على التكاتف وعلى الجهود يعني الصف الواحد كل المواطنين اللي عم بوقفوا مع بعض بهذا الظرف خلينا نحكي. شكرا لك على هذا الكلام ويعني يعطيكم ألف عافية.